سيفاست بول هو فيلم جديد بالتعاون مع روسيا وأوكرانيا، أين يعيدنا هذا الفيلم إلى سنوات الحرب العالمية الثانية. نتعرف عن هذا الفيلم في تقرير محمد موفق. تصدر فيلم معركة سيفاست بول الروسي الأوكراني قائمة عائدات عرض الأفلام بدور السينما الروسية. الفيلم يغوص في التاريخ عبر استحضار مشاهد للحرب العالمية الثانية، حيث تلعب امرأة قناصة سوفيتية دور البطولة، وقد قتلت 300 جندي ألماني. ويدور الحديث في الفيلم على لسان زوجة الرئيس الأمريكي إليونور روزفلت، الذي تعرف على القناصة السوفيتية خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 3.26 مليون دولار في الساعات الأخيرة. قامت الممثلة جون بيل كام بأداء دور زوجة الرئيس الأمريكي إليونور روزفلت، وشارك في الفيلم شلة من الممثلين الروس والأوكرانيين. يذكر أن تصوير الفيلم جرى في الفترة ما بين 2013 وصيف 2014 في شبه جزيرة القمر الروسية وفي مدينة أوديسا الأوكرانية.